أهلا وسهلا بالجميع مرة أخرى. باش نعملو جست باش نحكيو شوية توع الماكينة معناها. باهي، باش ناخدو التصاور متاعنا مونوكروم. لا تقريبا هكا فوق، دو تابلو باش نمشيو نصور نعملو لها نبدل، نمشي نبدل فورما ايدي تشيت، نحطها اتروا نفسخ الكرتوشين. تروح ما هيش مستعدين
sur le dimensionnel. دونك عندنا تقريبا العرض نتاعها 25 سنتي، والارتفاع نتاعها 40 سنتي، والعرض ولا الطول 75. طبعا بالنسبة للديامتر نتاع البورق ريان 12.5، سيتادير 25 مليمتر الديامتر. ماتير بريمير في لي طنبور عندنا 45 سنتي، الديامتر متاع الطنبور 100 ليميد ولا بومسين بابورت. الديامتر متاع لي زاكس 15، تقريبا فكرة عامة على كده مستقيم. نرجو لله نجم هذا نغلفوه بال كومبليكسي جلاس، معناه هذا الكونتور منه ومنه، اما للتنظيف باش تقعد ضربة اثنين تنحي فيها، معناها بعد كل خدمة لازم تنحي البليكسي جلاس باش تنظف، دونك تقعد هكا اكسيسيبل خير. عندنا البلوك ديليمونتاسيون كيف اليمونتي لي دو فارياتور هذاكم، باش يكون ابار البرة، معناها في بواطة وحده، يتعدى لهم خيط لان كورون كونتينيو 12 فولت ولا 24 فولت، يتعدى لي دو فارياتور يمشي اليمونتي ليهم. نجمو نزيدو بوطون دو ريديرجونس لهنا و كونتاكتور متاع اون اوف لي دو، نجمو نزيدو لنا روسور، روسور منا و روسور منا، و تكبس عليهم لي دو فيس باش اون كا او خدام دخل يدو ولا حط يدو لنا ما تضربوش، معناه يتحلو لي دو روسور، معناه هذو مزوز يبعدو على بعضهم لي دو طنبور. نعمل فري موف، دونك مونتاج شكون هذه بياسة وحدها، هذه بياسة وحدها مع لي دو موتور، شكون عندنا في طنبور يدخلوا بالأربعة رولمونات متاعهم، يركبوا رولمونات في الطنبور، دونك يركبوا تخدموا لي طنبور يركبوا فيهم هذم، تركب فيه رولمو وبعد يركبوا مع بعضهم في الشاسي منا ومنا، وبعد يركب السيبور هذايا يرجع يشد بلاصتو، وبعد يركبوا لكوبلومون وبعد لي دو موتور، يتربطوا خيوط الضوء في البواطة لنا، وبعد يتسكر الكاش هذا بكله.
اول حاجه ولا اخر حاجه ما يقلقش اللي هما الساقين هذو يركبوا في الوحده. اي دونك هذا هو فكره عامه معناها. دونك نرجع لل بون اكلاتي تو دخلت بعضها. دونك عندنا تقريبا 76 عرض الماكينة، في إذا كان كردونة باش تتحط فيها تقول 80 سنتي، والعلو 50، 80 على 50، والعرض 25 لـ30، يعني الكردونة باش تكون 30 سنتي على 50 سنتي على 80 سنتي. بيسات دونك عندنا 4 ساقين، الشاسي الميتاليك يكون عسير زي مش يكون إينوكس. طولها هذه 3 مليمتر، السيبور متاع لي موتور والكاش الفوقاني. وتقريبا اكثر قطعة معقدة هي البيسة هذه. شكرا الفلات متاعها هذه تتقص باللازير، وبعد فيها عن بلي، هذه بلي واحدة تنجم تمشي مع بعضها، دو بلي، 3 4 5 6 6 بلي، هذه فيها 6 6 بلي. نجم نعمل الى الجراوند مش بتحرك وكي تقف نجم نسنطرها نحطها في السنتر، نجم نجي نبدل فيو لاب كي تقريبا الماكينة باش تكون هكا. نجم ندورها تقريبا هكايا. دونك ينجم يحط السلعة متاعو، يحط الطبق تحتها ويبدأ يحرك قرب الطبق ويطلع. تقريبا هذه الديزاين بتاعنا.